السلام عليكم. دلوقتي زي ما انتم شايفين هنرسم كون بقاعدة قطرها 6 سنتي والمحور 8 سنتي، وفي نقطة من الكون واقعة على ال vertical plane، يعني مسقطها هيبقى على ال y axis اللي هو ال ground line. وبعدين الأكسس كمان بيعمل زاوية 45 درجة مع ال vertical plane، يعني ال horizontal projection بتاعه هو اللي بيعمل الزاوية دي. هنشوف بقى ازاي هنرسم كده من أول تاني وجديد. نرسمه مع بعض واحدة واحدة. دلوقتي هو عاوز خط، انا مثلا هفترض هعمل الخط كده بيميل، هعمل اللي هو بروجيشن اللي هو الاكسس، يعني هعمل المسقط بتاع الاكسس. ماشي، المسقط بتاع الاكسس بيميل ب 45 درجة على الهوريزنتال، بيميل ب 45 درجة في الهوريزنتال بروجيشن. ماشي، بقى نعمل ايه؟ نعمل حاجة كويسة اوي، نجيب ارسطو او قسطرة تانية ونخلي الخط اللي في النص ده يبقى هو الاكسس. ماشي، نخلي الخط اللي في النص بتاع المثلث ده كده بالظبط كده يبقى الاكسس، ونتحرك لغاية ما نقيس 3 سنتي، لغاية ما 3 سنتي تقطع الجراوند لاين. ليه بنعمل كده؟ عشان احنا عاوزين كون. دلوقتي احنا هنرجع نتخيل كون كده مع بعض. لما نيجي نرسمه في الفيرتيكال بلين هيبقى مثلث كده كده كده. ماشي، المثلث ده نقطة منه وقع على الجراوند لاين الواي اكسس. ماشي، نقطة منه وقع على الجراوند لاين ده، فاحنا هنعمل كده عادي. يعني معاك مسطرة تانية هتحطها عمودية على الخط ده، تقعد تتحرك بالمسطرة لغاية ما تبقى الصفر هنا والتلاتة هنا. عندك أرسطو زي لو هتحط الخط ده اللي هو الخط اللي في نص أرسطو ده على الخط اللي انت عملته اللي هو المايل ب 45 درجة، وتقطع وتخلي تعمل 3 سنتي من الخط مسافة عمودية أكيد. بعدين نعمل ال 6 سنتي بتوعنا اللي هو 3 من هنا و3 من هنا اللي هو ايه المثلث بتاعنا اللي هو مسقط دايرة خط كده من 3 لـ3 اللي هو 6 اللي هما عندنا. ماشي، بس كده مش عاوزين نرسم بحاجة. عاوزين نعمل بقى ايه الاكسس. طبعا هيبان برولينس، عاوزين نعمله 8 زي ما طالب هو زي ما هو كاتب. يبقى النقطة دي الترو ال فيرتكس بتاع الفيرتكس بتاع ال كون نص كون مدببة دي. ماشي، طبعا عاوز احطها على خط بالظبط عشان ارسم صح، عشان احنا دلوقتي عاوزين نرسم صح قوي عشان الاليبس هيبقى رخم شوية. ده هو المسقط الفيرتيكال، ونعمل الخط بتاعنا للنقطة دي هنا دي هنا اهو، ده المسقط كله. المهم بس فضل نسمي النقط دلوقتي بس عشان نساعد على التخيل.
ارسم حاجة هنا وامسحها، ارسمها هنا احسن يعني كمساعدة كده عشان تتخيل. وهعمل برضو حاجة كده ايه تعملها في اي جنب وخلاص. او ممكن ما تعملهاش عشان الناس هتشتغل من غيرها، عشان تحط النقط صح. ماشي، ده المفروض يبقى شكل ال دي الفي داش. انت عندك 4 نقط هنستعملهم طبعا، المركز 5، ودي نقطة فوق، نقطة هنا، نقطة هنا، نقطة هنا. ده البي داش، يبقى دي كام مثلا؟ هنسمي دي 1 ودي 2 3 4 هسقطهم هنا. لما تبقى فين؟ تبقى هنا المفروض يعني. بس تعالوا بقى نسمع على طول، لما تبقى هنا ام داش، يعني المفروض الدايرة دي هي الخط ده، يعني هنا في نقطتين فوق بعض، وهنا في 3 داش، وهنا 1 داش. الام ولا 4 داش؟ تعالوا نكتبهم. ام داش 4 داش، وهنا 1 داش، وبرضو هنا 3 نقط. سوري، 3 دي ودي ودي كلهم واقعين في نفس النقطة هنا. النقطة دي مهمة أوي. نقطة تقيلة دي، ليش برضو وهنا 3 داش. النقطة دي اللي هي واقعة على اللي هي موجودة في ال في بي اللي هو ال vertical plane. بس كده احنا المفروض نكون كده خلاص رسمنا ال horizontal projection. المفروض بقى ايه ندخل على صعب شوية. ايه، هو كله سهل ان شاء الله. ماشي، هنعمل بقى ايه الخطوط بتاعتنا vertical للنقط عشان نرسم ال projections بتاعت النقط بتاعتنا. مش في ايه اللي حصل، بس ماشي تمام. دي النقط بتاعتنا اهي. انا هاجي عند اي خط فيهم، يعني هاجي عند اي حته، بس بلاش من هنا عشان ما ندخلش رسمه ببعضها. هاجي مثلا من فوق شويه كده واعمل خط افقي عشان احنا ايه، احنا مثلا عاوزين احنا نرسم من هنا، يعني اعتبروا ان المسطره دي هي الخط الافقي. يعني احنا بنبص دلوقتي ايه لل، تخيلوا معايا الكون كده مايل ونبص له، هيبقى في اليبس هنا، اليبس كده في الحته دي كده، الميجر اكسس بتاعه 6 والماينور اكسس بتاعه المسافه. لما نيجي نرسم ال اي دبل داش، ال 1 دبل داش وال 3 دبل داش، المسافه بتاعتهم هي دي، دي الميجر اكسس، دي الماينور اكسس. هنشوف احنا ازاي نرسم اليبس، بس اهم حاجه ندخل الشكل. وهنا البيرتكس النقطة بتاعت الام تبقى هنا كده، يعني انت هتبص الشكل من تحت، بص له كده. المفروض يبقى الشكل الهوريزونتال يبقى كده. بقى نرسم ونشوف هنعمل ايه. احنا
عاوزين من النقطة دي نطلع 6. ستة سنتي الأم عند التلاتة الام وهنا الفي، بس عاوزين نعمل مسطرة طبعا عندها عشان نعمل نقط بالظبط، عشان احنا عاوزين كل حاجة تبقى بالظبط في الرسمة دي بالذات، ولا نقعد نعيد ونزيد فيها كتير. يعني احتمال اغلط فيها كمان انا برسم دلوقتي، ان شاء الله نعملها صح. احنا كده خلاص حطينا كل النقط بتاعتنا اللي احنا عاوزينها، نسميهم ونشتغل. في دبل داش هنا دبل عشان مش عارف اكتب اتنين، اكتر من اتنين هنا. تلاتة دبل داش هنا، أربعة دبل داش مشتغل. الرسمة دي مرجع ليا، الام دبل داش وهنا الاتنين دبل داش. بس احنا كده حطينا كل النقط اللي احنا عاوزينها، تعالوا بقى ايه نحاول ايه نصبح. هنمسح الاسماء دي يا اما نبعدها قوي، احنا مش عاوزينها تدخل في الرسمه خلاص. نمسح دي عشان هنعك جامد قوي جوه الرسمه دي. هي معانا كده ايه، تأجل الخط شويه اللي احنا عاوزين نعمله. تمام دلوقتي في، تعالوا ايه نرسم هنا شوية إليبس، نرسم في الركن هنا إليبس صغير عشان نعرف ازاي هنرسمه اصلا. في طريق، في طريقة واحدة رسم إليبس احنا مثلا ايه اللي احنا نكون عارفين الماينور، الماينور والميجور اكسس طولهم كام. يعني المفروض ايه ده ماينور ده ميجور، ماينور اهو ميجور اهو. احنا بيبقى المفروض معانا الطولين دول، الحمد لله احنا معانا هنا اهو ماينور اهو والميجور اهو عشان نعرف نرسم اليبس. دلوقتي لو احنا معانا معناش الميجور معناش الماينور ومعانا نقطة عليه، احنا بنستعمل النقطة دي عشان نجيب طول الميجور، عشان نجيب طول الماينور. يعني تعالوا مثلا ايه نرسم اليبس بيمر بالنقطة دي كده بسرعة عشان الفيديو يطول بقى، عشان بس ايه نشوف الاليبس ترسم ازاي. الاليبس بيمر بالنقطة دي ماشي. احنا هنجيب منتصف المسافة بتاعت الميجور الأربعة ونص تقريبا، يعني نرسم الاليبس كروكي كده ماشي. وهنعمل عندها الماينور اكسس لوكس خط كده لغاية ما نشوف طول الماينور قد ايه. بنجيب البرجل وناخد طول نص طول الميجور ناخد نص طول الميجور ونيجي من النقطة ونقطع الناحية العكسية للماينور اكسس من النقطة دي. يعني لو هي لو النقطة هنا تبقى نقطع هنا، لو النقطة هنا نقطع هنا، لو النقطة هنا نقطع فوق، لو النقطة هنا نقطع فوق ماشي. بعدين نوصل النقطتين ببعض، نوصل النقطة بالمكان الأرك، وبعدين ناخد المسافة دي من النقطة القطع اللي عند الميجور اكسس، المسافة دي كده، ونيجي عند السنتر بتاع الإليبس
نقطع فوق ونقطع، نقطع تحت ونقطع فوق، يبقى احنا حبر خلص منه ولا ايه؟ مش طبعا نمسح ال برجة الأورك ده، يبقى اهو طول الماينور اكسس الجزء ده ماشي. نكمل رسم، نكمل رسم عشان نعرف نرسم فوق ازاي عشان منعكش فوق. ماشي، نرسم في الحتة الفاضية. ممكن نعمل هنا الأرك بتاع ربع الدايرة، وممكن نعمله هنا، بس أنا عاوز أعمله في حتة فاضية علشان متبقاش المكان زحمة أوي. هعمل ربع دايرة ماشي، وبعدين اخد من التوب بتاع الماينور اكسس للارك بتاع الدايره دي. بس اولا قبل ما اعمل كده اوصل التوب بتاع نقطه، اخر نقطه في الماينور اكسس باخر نقطه في الميجور اكسس اكسيز ماشي. وبعدين اعمل الارك بالمسافه دي. يعني انا عملت دلوقتي ربع دايره، نص قطر الدايره دي، نص الميجور اكسس اللي هو السنتر بتاع الاليبس لغايه الميجور اكسس ماشي. انا عملت الارك ده، اعمله تاني مفيش مشاكل. ماشي، وبعدين اخد المسافة من اخر الماينور اكسس لغاية الارك اللي انا عملته، واقطع بيه الدفع الواصل بين اخر الماينور اكسس واخر الميجور اكسس. وبعدين انصف المسافة ما بين نصف القطعة المستقبلة اللي أنا عملتها دي. الصف عادي طبعا عشان ارسمها في الجنب، فانا ايه مش عارف احرك البرجر كويس. تمام، بعدين اوصل الخط ده، خليه خط رفيع عشان نشوف هنقطع فين النقطة دي. يعني اعمل تقاطع يعني من منتصف القطعة المستقيمة اللي أنا عملتها دي، منتصف القطعة المستقيمة دي أعمل عمودي من المنتصف وأقطع بيه الميجور والماينر. هتبقى دي السنتر رقم واحد نرسم منه الأرك ده، ودي السنتر رقم اتنين نرسم منه الأرك الكبير. أوعوا تنسوا فين مكانه ماشي. يعني لو نمد الخط ده، نمد الماينر شوية، دلوقتي دي النقطة دي آخر الماينور أكسس، وده آخر الماينور أكسس من فوق. أوعى ننسى النقط دي، ودي سنتر نرسم من عنده سي تو، ودي سي وان نرسم من عنده أركيل أركيل. ناخد بقى النقط دي ونعمل لها ميرورينج
المخجل. ميرورينج بالبرجل هنا. وهنا. ماشي. فتبقى عندك دي C2 C1 ودي C2 تاني. بركو من مكان النقط وهنرسم منين فين. نجيب البرجل من النقطة دي من C1 لآخر الميجور أكسس وأعمل أرب، وكذلك الناحية التانية. طبعا هتلاقيه مش مظبوط قوي او مش مظبوط خالص بصراحة، مش عارف ليه، بس هي دي الطريقة. وتيجي من السي تو لحد الماينور، الاخر ماينور اكسس الناحية التانية، تعمل ارك اهو. احنا شغالين صح، تلاقي حس ان هو كامل كده خلاص. تيجي من السي تو لاخر الماينور اكسس من فوق، هو مش مظبوط خالص، مش عارف ليه عندي. ماشي. طبعا عشان انا عامل رسمة حاجة غلط، فهتلاقوا ان يعني دلوقتي احنا عندنا غلط فين، في ده وده يعني اللي فوق. بس هي دي الطريقة عامة. يعني انا عشان انا هعمل حاجة غلط تاني، في مثلا البرجل عندي ما بيفتحش، في سكيل كده مجبر بيه ما بيفتحش بالظبط. فاحنا تعالى بقى نعمل فوق الكلام ده، هنعملها بسرعة بقى، مش هنسمي نقط، مش هنعمل أي حاجة، هنشتغل بسرعة عشان وقت يكون وقت الفيديو، ونشغل بباقة، واللي عنده مشاغل زي ميد ترم اللي جاي ده. خد المسافة دي، بس نعمل الأول الخط ماشي، وبعدين نقطعه، وبعدين ننصف القطعة المستقيمة دي. نعمل العكس بقى من هنا بنفس الطول، طبعا بنصف على طريقة التنصيف المعروفة. نزود بس شوية حاجة هنا. عشان أعمل خط وأطول الماينور شوية عشان نشوف السنتر فين. طبعا خلصنا البرجر كده، نوصل بقى الخطوات ببعضيهم لو كده المفروض صح يعني.
تبقى هنا النقطة دي كلهم دخلوا بعض عندها C1 وهنا C2، عامل لها مديلها الناحية التانية او السكيل، مش عارف اقف على النقطة بسبب البرجر. بس ان شاء الله انتوا لما ترسموها عندكم هتطلع صح. ادي C1 الناحية التانية، وبعدين ناخد بقى ايه الطول بتاع اللي هي C2، وبعدين نمسك البرجل بقى ونشتغل وإن شاء الله تطلع صح. معلش يا جماعة طول الفيديو، بس كان لازم برضه نرسم إليبس عشان ما نعكش فوق، يعني هو الشخبطة دي كلها ما نعملهاش كتير أوي هناك. نعمل ارك كده وارك كده وبرضه فوق بنفس الموضوع فوق. يبقى انا خدت الطول فوق غلط، الطول ناحية هناك غلط، عملت ارك اهو. الارك الكبير هو دايما اللي بيفرق معانا من C2 للسنتر اللي هو بنعمل حاجة غلط. ده اللي بيحصل كتير قوي معايا، يعني ممكن هنا ممكن يتفابلي كده في الورقة، عمرنا ما نعرف نعمله كده. هنشوف انا خدت ماس غلط، نرسمه تاني مش مشاكل، مش هنرسمه تاني هنعيد على الرسم. ثواني اوقف الفيديو شوف انا عملت ايه غلط. يا جماعة رسمته تاني، المرة دي بعت شوية الأرقام بتاعة التنصيف عشان أعرف أشوف النقطة فين بالظبط أهو اترسم. تعالوا نرسمه بقى تاني بالظبط. مش هنرسمه تاني طبعا، احنا نرسم نفس الأرقام تاني. خلاص نصفت المستقيمة دي وهي نقطة تنصيف وتنصيف، نقطة القطع والقطع C1 وهي C2، ومسكت البرجل عملتلهم نقلتهم برضو على الناحية التانية عشان أرسم النقطة التانية أهو. ونقلت بقى أهي نشوف أهي، نقلت C2 الناحية التانية. سألت صح بقى أهو، سميهم بقى C2 C1، وبعدين نقف البرجل بالبرجل كده بالظبط.
رسمه كويس. نفس الكلام هنا، معايا برضو السي تو لغاية الـ end of minor axis. تحب تسميها احنا المفروض تبقى النقطة دي واحد دبل داش اهي، دي تلاتة دبل داش، اربعة دبل داش، اتنين دبل داش، يعني نقف من عند سي تو لواحد دبل داش، نعمل ارك اهو. بنوقف البرج الغلط او فتحه غلط، تعالوا نظبطه عشان عاوز الرسمة تطلع بالظبط. وانت عندكم هتطلع بالظبط ان شاء الله من اول مرة، بس عشان انا عندي البرجل ده اهو يمس ده هيمس ده، طبعا السن بتاع البرجل بيفرق، يعني انا عندي النقطة تبقى مس مش بيقطع من ورا بيمسها، المفروض كده تبقى صح. بنفس الفتحة اللي انا فاتحها اقف عند سي تو هي النقطة دي، النقطة اللي هي دي الأرك، وأعمل إليبس أهو اترسم أهو. نشوف حاجة واحدة بس، نوصل اتنين دبل داش بفي دبل داش ودي ام دبل داش، نوصل الفي دبل داش بالتو دبل داش، يعني المفروض يبقى حاجة زي كده. بس كده هو ده الرسم بتاعت الكون، خدت تقريبا نص ساعة، بس طبعا طولنا عشان نرسم الإليبس والرسمة باظت من شوية. معلش بقى يا جماعة طول الفيديو، وإن شاء الله تعرفوا ترسموه في البيت لوحدكم أو ترسموه في السكشن وإنتوا ترسموه خلاص. تمام كده.